الشهرة ضربة كبيرة، خصوصا إلى غاب التواصل ما بين الفنان والجمهور ديالو، الحاجة اللي كتخلي الإشاعات أكثر والأخبار الزائفة. وهذا دورنا في أرتيماغ، أن نكون حلقة الوصل ما بين الجمهور والفنان ديالو، وأن نتأكد من الخبر وتفاصيله. مرحبا بكم في حلقة جديدة من أرتيماغ. اخر هذا الاسبوع تصدر اسم بسمه بوسيل وتامر حسني السوشيال ميديا، وخصوصا بعد نشر تامر حسني تهنئه عباره عن بوست لهالة عمر المسؤوله على الحسابات الشخصيه في مواقع التواصل الاجتماعي نجم البوب تامر حسني. ومن بعدها فتره قصيره نشرت بسمه بوسيل ستوري وقالت حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا هالة، وقولها بعد ذلك في ستوري اخر ان هالة هي سبب خراب بيتها مع تامر حسني. والكل تسال على دور هالة في انفصال تامر حسني وبسمه بوسيل، وحسب المعلومات اللي توفرت عليها أرتيماغ، فهالة المكلفة بالسوشيال ميديا لتامر حسني ونجوم خرين كانت معاه في اجتماعات مختلفة تقريبا سنة 2018 رفقة صديقتها يارا السكري، وتعرف عليها تامر حسني وشركها في فيلم الفلوس سنة 2019. ومن بعدها تداولت أخبار حول أن علاقة كتجمع ما بين تامر حسني ويارا السكري، وأنه تم الزواج في السر وكان وراء تحضير له هالة عمر. واكتشفت الأمر بسمة بوسيل بعد فترة وجيزة، وهنا بدأت المشاكل ما بين تامر حسني وبسمة بوسيل اللي أدت لانفصال طرفين. ويارا السكري كيف كان عرفوها هي ميس إيليت 2019، وحاليا كتعمل كعارضة أزياء للتعريف بالسياحة المصرية. علي سد الباب مولاو. بعد انفصال نجم حاتم عمور عن زوجته ومديرة أعماله هند التازي، الكل تسائل في الوسط الفني على مصير التعاون المشترك ما بين الطرفين في تدبير شؤون والمشاريع الفنية لحاتم عمور، وكذلك تنسيق حول حفلاته في أوروبا والخليج. وحسب مصادر إعلامية فحاتم عمور كيتعامل حاليا مع عماد النجلاني مدير أعمال الفنان الشعبي سعيد صنهاجي وعدد من الفنانين المغاربة مثل هاجر عتنان، زكريا الغفولي، نجاة عتابو ونجوم خرين، وأن العمل مع حاتم عمور مؤقت وماشي بشكل رسمي في انتظار تفاهم العقد وطريقة التعامل. مدينة الدخلة كتعرف ما بين 2 يونيو و 8 يونيو فعاليات المهرجان الدولي للفيلم بالداخلة في الدورة 11 اللي كتقوم بتنظيمه جمعية التنشيط الثقافي والفني بالأقاليم الجنوبية، وعنوان هذه الدورة الداخلة بوابة إفريقيا، وكتنافس 10 أفلام على الظفر بالجائزة الكبرى للمهرجان وجائزة التحكيم وجائزة أحسن ممثل وأحسن ممثلة. وهذه السنة كيحتفل المهرجان بنجوم أبطال مسلسل كاينة ظروف اللي لقى نجاح في الموسم الرمضاني الماضي بساحة الحسن الثاني بالداخلة مع عرض آخر الإنتاجات السينمائية الوطنية، وكذلك تكريم الممثلة المغربية أسماء الخمليشي. وحبي ليك فاد القياس كنحس بتفاق منه رأينيك، انت شمسي ونور الصباحي حبي ليك ماشي عادي. Es una bomba de emoción, eres el fuego de un volcán, por donde pasa sin piedad se derrite el corazón. طرح الفنان المغربي هشام ملكي جديد الغنائي نار الحب، عبارة على فيديو كليب، وكتدور أحداث الأغنية حول مزج ما بين الغناء المغربي والإسباني رفقة الفنان ديرماش الإسباني. واختار تقديم الفيديو كليب بشكل مريح ومتميز على باقي الأعمال اللي عرفناه به، وتم تصوير فيديو كليب ما بين إسبانيا والمغرب تحت إشراف المخرج الإسباني إدواردو إمبيليو. بهذا كنوصلوا معكم لنهاية حلقتنا اليوم، شاركونا بأراءكم على صفحاتنا الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، دائما في أرتيماغ على تيلي بلوس. تيلي بلوس، تميز ومصداقية.